عليكم، بزاف منكم كيقلبوا على منتج من الصيدليات او من لي باغا فارماسي اللي يكون كيساعد على فتح الشهية وزيادة الوزن بلا ما يكون عنده حتى شي اضرار جانبية او لا يدير لهم شي مشاكل من بعد. اذا كان عندك مثلا ولدك الصغير، يعني الاطفال اللي فوق من عام، ولدك الصغير شهيته ضعيفة بزاف، ما كياكلش مزيان، فهاد المنتج هذا كيخصك. وحتى الا كنتي انت كامرأة او انت رجل اللي الشهية ديالك مسدودة والوزن ديالك ضعيف، فهاد الفيديو هذا كيخصك. اول حاجه قبل ما نوريكم الفيديو، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر الموجود اسفل الفيديو، بركوا عليه حتى يولي كحل، وضغطوا على الجرس اللي حداه باش كتبقاو توصلوا بالفيديوهات الجديده اللي كنحط باستمرار. وما تنساوش ديروا لايك الى عجبتكم لا فيديو. اول حاجه غادي نقولها لكم، هاد المنتج هذا لا يخص المراه الحامل. هذا اللي كتشوفوه هنا، ولو انه مصنوع من مواد طبيعيه وفيتامينات ومعادن وداكشي كله طبيعي ماشي دواء، فهو لا يخص المراه الحامل، لانه فيه واحد الماده طبيعيه اللي ممنوعه على الحوامل اللي هي الحلبه. الحلبه راه ما مزياناش بالنسبه للمراه الحامل، اي سورتو بزاف في الاشهر الاولى من الحمل. دونك هذا المنتج هذا علاش رشحته لكم كافضل مكمل غذائي لفتح الشهيه والمساعده على زياده الوزن، مكمل غذائي ماشي دواء، فهو فيه مواد طبيعية وفيه بزاف ديال المميزات بالمقارنة مع الثروات الاخرين ديال فتح الشهية اللي فيهم الحلبة او الفيتامينات. هذا زايد فيه بزاف ديال الحوايج بحال جولي رويال اللي هي الهلام الملكي، هو الهلام الملكي، وفيه دي بلوت، فيه اعشاب، وفيه فيتامينات، وفيه معادن، وفيه ايضا حتى الحلبة اللي كاين فيه واحد النسبة ديال لافيتامين سي دايرينها فيه، لانه كاين الناس اللي كيكون عندهم نقص في لافيتامين سي وكياكلوا مزيان وكياكلوا بزاف وكلشي وما كيتزادش الوزن ديالهم لانهم عندهم سوء الامتصاص، الامعاء ديالهم ما كيمتصوش الطعام مزيان. دونك لا فيتامين سي داروها هنايا باش هكا تساعد على امتصاص الغذاء، حيت لا فيتامين سي هو فيتامين اللي كيساعد على امتصاص الغذاء من طرف الامعاء. الناس اللي عندهم نقص فيه واخا ياكلوا اللي ياكلوا ما كيستفدش الجسم ديالهم من هذاك الشيء. يعني كاين فيه ايضا الحلبه وهي الماده الاساسيه اللي كاينه فيه، كتساعد على فتح الشهيه، الناس اللي كياكلوها كتفتح لهم الشهيه، وبالاضافه لانها كتساعد على تحفيز، تساعد الجسم على انه يتحفز فيه هرمون الاستروجين. بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش الدور ديالو، هذا الهرمون الاستروجين هو اللي غادي يساعدهم على ان المناطق الانثويه ديالهم يتزادوا او لا يبرزوا. هذا المنتج ليس بدواء، يعني مكمل غذائي، او حتى في لي باغا فارماسي ممكن ياخذوه الدراري الصغار فوق من عامين، ممكن ياخذوه حتى الناس الكبار، وفقط المراه الحامل بوحدها اللي ما تقدرش تاخذه لانه فيه الحلبه ماشي شي حاجه اخرى. دونك هذا المنتج هذا البنات راه منتج اللي هو رائع بالنسبه لفتح الشهيه، وبالنسبه للبنات اللي بغاو يزيدوا الوزن ديالهم راه ماشي غادي تبقاي تشربي هذا وتقتلي راسك بالجوع. هذا راه سي تان كومبليمون اليمونتير، مكمل غير كيكمل لينا، غير كيعاوننا ان الشهيه ديالنا تفتح مثلا باش ناكلو. الا مثلا شربتي هذا وتفتحات لك الشهيه باش تاكلي وما مشيتيش تاكلي، راه ما غاديش تزيدي في الوزن، يعني غادي عاد تشبعي جوع مع راساتك. دونك غادي هذا غادي تشربي هذا، وبالاضافه لانك تاكلي اغذيه اللي متوازنه وتكون فيها سعرات حراريه اللي هي عاليه، ماشي تبقاي تضربي ليا تمايا غير المرقه 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 كل نهار تبغي تزيدي في الوزن. خاصك تاكلي اغذيه اللي فيها سعرات حراريه عاليه، الغذاء ديالك دائما يكون متنوع، يكون فيه مكسرات، يكون فيه عواصر، يكون فيه تاخدي لافوكا، خدي بانان، خدي بطاطس، خدي اللحوم، خدي الاسماك، خدي كلشي. الماكله ديالك تكون متنوعه باش هكا الوزن ديالك يتزاد، وشويه ديال الحلويات ما تكثريش منهم، ولكن ضروري من واحد شويه ديال السكريات. البنات اللي بغاو ياخذوا يعرفوا كاع المكملات الغذائيه ديال زياده الوزن، ولا كاع اي حاجه عندها علاقه بزياده الوزن او النقصان في الوزن، راه كاينه عندي في القناه اكثر من 55 فيديو اللي كيهضروا فقط غير على منتوجات زياده الوزن وداكشي ديال انقاص الوزن. فيها فيديوهات اللي هضرت فيهم على الماكله اللي خصك تاكلي باش يزيد الوزن ديالك، هضرت فيهم على المكملات الغذائيه اللي ما فيهمش مواد ضاره اللي تقدري تاخدي. الى عجبتكم الفيديو ديروا لايك، ما عجبتكمش ديروا لايك.